تابعنا كما تابع أغلب الليبيون حسب توقعي جلسة برلمان اليوم، واستمعوا إلى مشروع كل من المرشحين الذين تم تزكيتهم لدى البرلمان، السيد خالد باس والسيد فتحي بشاغة. لكن المشكلة التي يعترض عليها الكثيرون حتى الآن هي مسألة الوقت، حيث أن المراقبون ومن التقيناهم يقولون أن موعد الانتخابات الذي سيتم الاتفاق عليه أو إعلانه حسب خريطة الطريق سيكون 14 شهراً من تاريخ التوافق بين مجلس الدولة والبرلمان على 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 المسودة وعلى تعديل المسودة، وهذا التاريخ مفتوح. أي نعم أن 14 شهراً محددة، ولكن التاريخ الذي يسبقها تاريخ مفتوح. فكل كل المخاوف تتجه لأن تقول أن ربما هناك مرحلة انتقالية جديدة هي متابعة لما سبق من مراحل انتقالية أو تجديد لما سبق من مراحل انتقالية.